يمكن بطلة حلقة النهاردة انتوا عرفتوها وشفتوها قبل كده وسمعتوها وتفاعلتوا معاها جدا جدا جدا، واتفاجئت انك ناس كتير قوي بتبعت لي رسائل بتسألني حمزة رجع ولا لسه. رحمة أم جت لنا بتقول أنا حمد ربنا على كل حاجة، على جوازتي اللي ما فرحتش بيها، على طلاقي والصعب اللي أنا ربنا عالم بحالي فيه، لكن أنا نفسي أفهم هي في أم بتعيش من غير ابنها؟ طب هو اتجوزني علشان يوجع قلبي كل الوجع ده وفي الآخر يحرمني من ابني؟ ناس كتير قوي تفاعلت مع رحمة وحمزة رجع بالسلامة. منوراني يا رحمة وفرحانة اني شفتك تاني. وانا كمان والله. حمزة كيف منور منورنا، عامل ايه؟ لا الحمد لله كويس. طب ما شافك عمل ايه؟ منسى، ما كانش ناسيني والله، ما كانش ناسيني خالص. انا قلت يعني في خلال الفترة اللي هو قعدها هناك ديت هيكون نسيني بقى خلاص كده. اول ما شافني راح جي على طول في حضني كده، وبقى كل اللي يجي ياخده مني يروح ماسك في هدومي يعيط. احكي لي ايه اللي حصل بعد الحلقة. طبعا انا روحت البيت على طول ولقيت الموضوع التليفونات كتير ما بتبطلش. طبعا انا بصراحة مليش في موضوع الفيس ولا الحاجات ديت، فما كنتش اعرف التعليقات ولا الحاجات دي. فكانت بنت خالتي هي اللي كانت بتقول لي. كانت بتقرا لك؟ كانت هي اللي تقرا لي. شفتي ده ازاي؟ الناس بجد انا كنت متوقعه ان الناس هتبقى عامله معايا كده بجد. كنت مبسوطه، وكنت مبسوطه وخايفه في نفس الوقت. خايفه لاني برضو بعد ده كله ما بابا ما قالكيش عملتي ايه؟ الناس كلها بتكلمني. لا والله بالعكس، لا بابا وقف جنبي ودعمني وامي واخواتي، وما تضايقوش مني، ما تضايقوش. اتصلوا عليكي قالوا لك تعالي خدي حمزه ازاي؟ مين كلمك؟ رنوا عليا من النيابه بتاعت البداري، مدير النيابه هناك تعب معاهم قوي لحد ما رجع حمزه بجد، والحمد لله ان هو رجع. اتصلوا عليا من النيابه، وانا بصراحه ما كنتش متوقعه، يعني قلت هروح وهرجع زي كل مره. عبد الله بيزيد اللي تاني يتفاوض على ما جاب لك حمزه. ايوه تعب. الامومه والطفوله عملت معاكي ايه بقى؟ كلموا النائب العام، ولقيت الدنيا بجد انا مش متوقعه. النائب العام شخصيا بيكلم النيابه العامه في بتاعه البداري بتاعه اسيوط ومديريه الامن، وشكرا ليهم كلهم بجد. حتى كمان نجده الطفل فضلوا معايا متابعيني لحد لما رجع حمزه، لحد الساعه ما جت واحده بالليل وهم معايا على التليفون. رفض يسلم الطفل؟ مين اللي سلمه؟ جوز اخته اللي هو كان عنده اصلا، اللي كان ابني عنده. ويقول لي على فكرة ان كل ده حصل بمزاجي، لو ما كنتش عايز ارجع ابنك ما كانش رجع. قلت له مش معلش ربنا، هو ده اللي انا قلته. مش بمزاجه، قلت له ربنا. قلت له ده ربنا، قلت له ربنا، وعشان انا دعيت من قلبي والحمد لله ربنا استجاب. هو ربنا كان مديني الميعاد وانا اللي ما كنتش قادره استنى بصراحه، بس الحمد لله جه. مش هشوفه تاني يا نهال. والله خلاص ابني راح مني يا نهال. قلنا هنشوفه الحمد لله، وهتحضني ابنك وهيرجع لك. لحد دلوقتي بنام. مين كان معاكي وانت بتستني؟ كان معايا اخويا. بس انا ما رحتش بقى باختك اللي اتضربت يا عيني قبل كده؟ لا كفايه عليها، كفايه يعني الست دعبت. لا ما رحتش فيها، رحت باخويا. هناخد الراجل معانا بقى يندم شويه وتخلص يا ربنا كبير. انا مشيت لوحدي، وبعد كده اخويا جه ورايا، جه سافر ورايا لاني ما قال انا مش هتروحي المشوار ده تاني لوحدك. رجع بقى عقبال هو ما جه، وصل بالليل وكان حمزه بقى معايا. بس انا خفت عليه منهم، انا كنت في النيابه لوحدي وكلهم اتلموا عليا. انت امه وده ابنك. ما مش بالعرض، لا انا بالنسبه لهم انا كده لو دراعهم. هم واخدينه مني عند اصلا، هم مش عايزينه. اسمع عليكي، هم مش عايزينه، هم واخدينه عند. بس الحمد لله وربنا. مش عايزينه. لا مش عايزينه، مش عايزينه حرفيا، مش عايزينه.